الدراري والدريات من كاملين تكونوا بخير والحيوانات ديالكم بخير وزاز. مهم انا جيتكم في فيديو جديد نصاوب واحد الاكله المايه. مهم انتم غتشوفوها فيها بلا ما نقول لكم شنو فيها، واكله صحيه ونصحكم ديروها تعطيوها لكلابكم. وهذا راك نعطيها المايه من الصغار هذه الاكله، وخليكم معنا تشوفوا كل شيء بلا ما نطول عليكم. تهلاو في الاولى. مهم اخوتي حنا درنا الفروج هنا يطلق شويه هادشي اللي كاين. المهم نمشيو نجيبو الخضره دابا ونوريكم الاكله ان شاء الله، وصحيه وبغيتكم ديروها وزوينه تبارك الله. وراه كبرت بها مايا يعني راه نتوما تشوفوا راه باينه تبارك الله، راه الفورم الحمد لله راه كلشي مزيان. الله يخليكم الام يا خوت. انا غادي نتقدى كلشي بالبنات. احنا تقدينا الكلبه. المهم ما لقيتش هذيك القرعه الخضراء، ماشي مشكل نديرو لها بطاطا وخيط هادشي اللي كان. وخا القرعه هي مزيان. ها نتوما اللي بغا شي حاجه مرحبا نتوما ديتي الكلبه عندك تاكل التفاح باش نوريكم اش كتاكل. تاكل البعول كتاكل القرعه تاكل كلش الحمد لله الكورونا. اش كاين المهم الخوت ما لقيتش القرعه الاخرى كيبان لي غندي لها القرعه الحمراء. ما عمري درت هذه الخوت والله ما عمري جربت لها القرعه هذه، ولكن غندي على مولانا ما عندي لا حتى فكره، ولكن غندي على مولانا. المهم احبابي نقطعوه قطعوا هذا الفروج ومهم نخليكم معنا. قرتو الخوت هادشي قرتو عمر ديناه طيب طيب شوية دجاج عاد ندير عليه الخضرة هادشي لي.
خوشي هو طاب الخير هذا مهم هو طاب مهم نوجدوا المايا الأكلة ديالها ونطلعوا لها نعطيوها تاكل وانتم ما تشوفوا كل شيء ورا ماكلة زوينة والله العظيم خوشي ورا كبرش بها مايا انا عاود قلتها لكم دابا ماكلة صحية ميكس كندير الكورجيت هذيك القرعة الخضراء ما ملقيش هاج دابا درت البديل ديالها درت القرعه الاخرى هذيك الحمراء اما راه ماكله زوينه تبارك الله راه كيطلع الكلب فورمه زوينه مو مرخوش انا ماكله واجده امايا شوف جرات حبق رونات واش شوف لاك هاي غتاكل الدجاج واللون باين هادي باين.